الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. إيران الثورة طموح كبير لمذهب مليء بالبغض والحقد الأعمى لكل من يتقرب إلى الله بحب الصحابة الكرام، ووجه قبيح للطائفية المقيتة. فهل يلتقي المشروع الصفوي الروسي والصهيوني في الوقوف أمام الثورات العربية؟ وهل سنشهد التغلغل الشيعي في كل من مصر وليبيا مقابل الدعم الإيراني للسيسي وذيله حفتر؟ وهل بدأت دول الخليج تعاني من انقلاب خارطة التحالفات وتبدل المصالح الدولية؟ ومتى ستصحو الجماهير التي تصفق للعسكر في مقابل متاجرة هؤلاء بكل شيء بالدماء والأوطان والدين؟ وما هو الدور الذي تلعبه إيران في الشرق الليبي حول العلاقات الخليجية الإيرانية وتأثيرها على الثورات العربية؟ نحاور في هذه الحلقة الدكتور زهير سالم، الكاتب والمفكر السوري الإسلامي، وكذلك الشيخ حسن الدقي رئيس حزب الأمة الإماراتي المعارض، وأيضا الدكتور محمد فؤاد محلل سياسي. فباسمكم جميعا نرحب بضيفي الكريم الآن المتواجد معنا، وهو الدكتور زهير سالم. مرحبا دكتور. دكتور زهير، انقطع الاتصال. أي معي دكتور زهير؟ لا يسمع. طيب هناك سيكون معنا أيضا الشيخ حسن الدقي. الآن معي الدكتور محمد فؤاد محلل سياسي. مرحبا دكتور، السلام عليكم. مرحبا بكم، السلام عليكم. أهلا وسهلا دكتور. دكتور لو أبدأ معك الآن، الحقيقة هناك خلل مع الضيوف الآخرين، وبداية لعلي أبدأ معك العلاقات الخليجية وخاصة السعودية منها مع إيران دائما تعاني من حالة اضطراب وتململ، وأحيانا إلى درجة من الاحتقان تصل إلى اتهامات وقطع العلاقات ما إلى ذلك. على ماذا ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد أن ندعو لأهل الزاوية أن يحفظ دماءهم بما يحدث هذه الأيام لأهل الزاوية، وندعو الله أن يفك شيخ أسر الشيخ نادر العمراني، أيضا لابد أن نتذكره. بالنسبة للعلاقات الخليجية الإيرانية، يعني لابد أن نرجع في التاريخ إلى حوالي 400 أو 500 سنة ربما أكثر. يجب أن نفهم شيء مهم، وهو أنه منذ قيام الدولة الصفوية في إيران في حوالي سنة 1300 أو 1400 ميلادية، وهناك مشاكل كبيرة بين أهل السنة في المنطقة العربية ودولة إيران. طبعا الدولة كما يعلم الجميع، الدولة العثمانية أيام الفتوحات الأوروبية كانت أيضا تحارب الشيعة أو الدولة الصفوية الإيرانية. السلطان سليم الأول احتل سيطر على كل المناطق العربية اللي هي العراق والشام ومصر، بسبب حتى أن المماليك يعني ناصروا أحيانا السلطان الصفوي ضد الدولة العثمانية، وكانت هناك معارك كبيرة بينهما. يعني هذا تاريخ صحيح، ولكنه تاريخ ما زال مستمرا إلى اليوم. الصراع بين الشيعة الموجودين في إيران والمنطقة السنية المحيطة بهم في المناطق العربية لا زال مستمرا. إذن هو صراع مذهبي وليس صراع على النفوذ والمصالح والموارد. لا، هو طبعا هو يعني كل صراع لابد أن يكون متعدد. يعني من لا نستطيع أن نصف أي صراع إنساني بأنه صراع ديني فقط، أو أنه صراع اقتصادي فقط، أو أنه صراع نفوذ فقط. هو طبعا صراع متعدد الجوانب. من جانب هو صراع ديني لا شك، طائفي لا شك في ذلك، لأن هذا أساس ما قامت عليه الدولة الصفوية الإيرانية والتي يرثها الآن النظام الملالي في إيران، أو نظام ديني لا يخفي ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا صراع المصالح. إيران إمبراطورية تحاول التوسع، المجال الحيوي أو الطبيعي لها هو العراق ودول الخليج، لأن تركيا طبعا بالنسبة لها يعني من الصعب تجاوز أو الدخول في تركيا، ولكن الصراع عادة ما يكون في سوريا والعراق، الشام والعراق، وأيضا الآن
دول الخليج اللي هي أقرب لها، وهذا ما نراه هذه الأيام. طيب طبعا الصراع يدخل، نعم الصراع بين هذه الدول يعني يدخل في مراحل، أحيانا مراحل نوع من التهدئة، أحيانا فيه تحالفات قصيرة الأمد، وأحيانا كما نرى هذه الأيام صراع، وصراع حقيقي وواضح، وهذا طبعا من أيام الشاه يعني كانت هذه المشاكل موجودة. طيب دعني أنتقل إلى دكتور أيضا زهير سالم وقد رجع إلينا دكتور، ولا أنسى أيضا أرحب بضيفي الكريم الشيخ حسن الدقي التحق بنا الآن. دكتور زهير، هل نشهد الآن تغول شيعي إيراني بعد تسوية الملف النووي بين إيران والغرب؟ حياكم الله، تحية لكم، تحية لضيوفكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. في الحقيقة المشروع الصفوي الإيراني استجد كما كان يتحدث الأخ الكريم، هو له أبعاده التاريخية، ولكنه استجد بطريقة أكثر يعني تغولا وبشاعة، دعنا نقول منذ ما سمي ثورة الخميني أو ثورة الجمهورية الإسلامية. هذا المشروع نكتشف الحقيقة في العقد الأخير أو منذ سقوط العراق أنه بعد أن كفكف عنوان تصدير الثورة، والتي كانت تعني تصدير أشياء كثيرة، منها الهيمنة ومنها النفوذ ومنها المذهب ومنها التغول الاقتصادي، وجدنا أن هذه الكفكفة إنما تمت تحت الطاولة، وبدأ الذين يقومون على الأمر في طهران، دعنا نستخدم هذا التعبير، يدرسون بدقة المشروع الصهيوني وكيف استطاع الصهاينة، وهم مجرد 15 مليون اليهود، 15 مليون في العالم، كيف استطاعوا أن يسيطروا على كثير من القرار الدولي ومن القوى الدولية. درس الذين يسيطرون على الأمر في طهران هذا المشروع، وتحولوا هم أيضا إلى قوة ضغط تشبه كثيرا القوة الضغط الصهيوني. هم بالنسبة للمسلمين ليسوا أكثر من 100 مليون، ولكنهم اليوم نجدهم متحالفين مع الروسي ومع الأمريكي ضد المنطقة العربية والإسلامية، بل ضد جميع دول الإسلام. يعني الإيرانيون أو القائمون على المشروع في إيران لا يحملون مشروع دعوة إسلامي مثلا إلى غير المسلمين، وإنما مشروعهم كله في الفتنة في بلاد المسلمين وفي أرض المسلمين. مشروعهم له البعد المذهبي، له البعد السياسي، له البعد الاقتصادي، له البعد الشعوبي القومي، يتحركون على هذا الأساس. الآن الدول الأقرب إليهم هي دول المشرق العربي، ودعنا نتحدث بكل بساطة، هم الآن قد يعني اخترقوا 4 عواصم عربية كما يصرحون بهذا، ولكن عينهم أيضا على الخليج العربي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود يقول: ومن جار السوء في دار المقامة. وإيران يعني كشعب وكدولة وكوجود هي جار للمنطقة، جار جيوسياسي يفرض نفسه، ولكنه تحول إلى جار سيء يريد أن يسيطر ويهيمن على هذه المنطقة، ليس هيمنة نفوذ سياسي فقط، بل هو يسعى إلى تغيير الهوية. اليوم نتابع أن هناك عصابات ويعني فصائل كثيرة بمسميات كثيرة كلها تحمل الحقد التاريخي، تقاتل في العراق، تقاتل في سوريا، تحرك في اليمن، تحاول أن تبعث الفتنة في كل مكان. هذا البعد الإيراني الآن لديه مشروع كما قلت متعدد المحاور، يحتاج إلى مشروع مقابل. مع الأسف فراغ المنطقة العربية هو الذي ساعدهم على ذلك، وليس فقط تحالفهم مع الأقوياء، وإنما المنطقة العربية تشكو من فراغ، وهذا ما الدول نريد العربية ولا نريد نسأل الخليج تفتقد، نعم، أو افتقدت خلال العقد الماضي على الأقل وما قبله إلى الرؤية، كانت تركن إلى تحالفها مع الولايات المتحدة، ثم تبين لها أن هذا التحالف لا ينفع شيئا، وظنت خيرا ببعض الانقلابيين العرب فأيدتهم، ثم ها هي اليوم تحصد حصادا مرا نتيجة، نعم،
طيب ننتقل إذن إلى ضيفي الآخر وهو الشيخ حسن الدقي رئيس حزب الأمة الإماراتي المعارض. مرحبا بك شيخ حسن. حياكم الله يا شيخ عبد الله. حياكم الله. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا شيخ حسن. شيخ الآن دول الخليج العربي لها مجلس الخليجي العربي وهو والمفترض أن له سياسات متقاربة، فهل هي تتفق مع في موقفها مع إيران؟ وهل هذا لهم مشروع يمكن أن يواجه المشروع الإيراني كما تفضل ضيفي الدكتور زهير يقول هناك فراغ أمام المشروع الصفوي لذلك امتد وتوسع وملأ هذا الفراغ أو يحاول أن يملأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دول الخليج كمصطلح وكمسمى الحقيقة لابد أن نرجع إلى أصول نشأة يعني هذا المصطلح أو هذا الاصطلاح. دول الخليج هي جزء أساسي لا يتجزأ من نظام الملك الجبري أو نظام القمع العربي إن شئت أن تسميه، والذي مر بمرحلتين. مرحلة يعني بدأت عام 1914 عندما اتصل الإنجليز بيرسي كوكس بعبد العزيز آل سعود، وهنا بدأ تجليس نظام الملكية. وبعيد الحرب العالمية الثانية أضيف على النظام العربي الجمهوريات في العواصم الخطرة وهي بغداد ودمشق والقاهرة والجزائر، حيث سلمت للعسكر وسميت جمهوريات. وهنا تساند النظام العربي وجلس، وأخطر يعني أداء له أو أسوأ أداء له هو فقد القدس عام 1967. فالخليج أو ما يسمى بدول الخليج هي بالحقيقة حاضرة تماما في مشهد النظام العربي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عام 1981 بسقوط الشاه وقيام ما سمي بالثورة يعني الإسلامية في إيران. هنا ولد مجلس التعاون الخليج، وهذا هذه هي الولادة التي أشرف عليها، والقابلة هي القابلة الأمريكية. ولم تكن دول الخليج مؤهلة أن تعمل منفردة، فكان لابد من جمعها لكي يعني تتساند في إسناد أو في ترتيب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. لو أردنا أن نعرف كشف حساب دول الخليج خلال هذه المرحلة، 1982 دخل شارون إلى بيروت، فماذا كان موقف دول الخليج وماذا كان أداؤها؟ 1990 تم تدشين النظام العالمي الجديد على يد أمريكا بسقوط الاتحاد السوفيتي، ورأينا ماذا فعلت دول الخليج في أزمة الكويت والعراق. 2001 قامت أمريكا بغزو أفغانستان، ورأينا كيف تجندت دول الخليج والنظام العربي برمته خلف أمريكا. طيب شيخ حسن، شيخ حسن نعم. الآن نريد نعرف مواقف دول الخليج. هل الإمارات مثلا متفقة مع السعودية في موقفها مع ضد إيران؟ يعني النظام العربي الحقيقة كله يعني الوصف الذي يليق به بأنه نظام عميل، لكن نعم. عمالة درجات، هناك عمالة متقدمة عمالة متأخرة. بن علي في تونس كان يلعب دور عميل متقدم، حسني مبارك عميل متقدم، السيسي اليوم عميل تعيس جدا يعني يفقد كل أوراقه. فالعلاقة التي تحكم السعودية بالإمارات هي في المقام الأول العمالة لأمريكا أو إدارة المنطقة في ظل الاستراتيجيات الأمريكية، وبالذات في ظل الثورة المضادة ومنع الشعوب أن تذهب إلى حريتها وإلى يعني سيادتها. ثم في ظل الثورة العربية التي مست كل ما هو كان مستقر من مشاريع، سواء كان الصفوي أو الصهيوني أو الصليبي الأوروبي الأمريكي أو الروسي أو غيره، الثورة العربية هي التي أقلقت كل هذه يعني النظم. فنحن دخلنا في مستوى من الصراع معقد جدا، جاء هذا في ظل فشل أمريكا في أفغانستان والعراق وهو الفشل العسكري. ومن هنا أمريكا الآن تعول على إدارة المنطقة باستراتيجيات جديدة لا تفقد هي دماء ولا تفقد أموال، الأموال يدفعها الخليج والدماء يدفعها السوريون والعراقيون، وبالتالي دول الخليج تأتي لكي تدير هذا الشأن. فالعلاقة التي تحكم السعودية بحكومة الإمارات بحكومة السعودية تأتي في هذا يعني الإطار، وبالتالي الأوزان لا يحدد نظام الحكم في العالم العربي لا يحدده الجغرافيا ولا عدد السكان ولا الثروات ولا التاريخ ولا غير ذلك. الذي يحدده أمريكا هي التي تمنح للأردن وزنا معينا والإمارات وزنا محددا وللسعودية وزنا آخر. طيب الآن أعود إلى ضيفي الدكتور محمد فؤاد. الآن محمد دكتور محمد، الآن قضية الصراع القائم في سوريا والدول الأخرى أيضا في اليمن كذلك في 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 ليبيا، ولكن بالتحديد في سوريا، الآن الأزمة السورية هل تمثل للرياض للسعودية معركة
مذهبية أيديولوجية في المقام الأول، أم هي أيضا مجرد معركة سياسية أمنية بالدرجة الأولى، وكما يقول الشيخ حسن هي مجرد ورقة ولعبة بيد أمريكا تحركها كيف تشاء وأداة من الأدوات الصراع في سوريا؟ هو شوف، لا شك أن الصراع في سوريا هو يعني لعبة أمريكية أو ورقة أمريكية إلى ما نقوله، ولكن الآن السعوديين يعني ليسوا أغبياء، يعني بدأوا يفهموا أن الموضوع صراع وجود. يعني الآن إيران سيطرت على العراق. أولا يعني قبل أن نتكلم على أي شيء لازم نوضح شيء مهم جدا، وهو أن المشروع الإيراني لم يكن أبدا معادي للمشروع الأمريكي ولا المشروع الصهيوني، بل كانوا حلفاء من سنة 79. يعني منذ أن جاء الخميني، الخميني كان حليفا للحزب الجمهوري، قصة خطف الدبلوماسيين الأمريكيين وإطلاقهم يوم أن ألقى السيد ريغان الرئيس الأمريكي السابق القسم، والتحالف الأمريكي والصهيوني الإيراني كان تحت الطاولة، هذا الفرق المهم يعني، ولكنه كان من أول يوم، يعني هناك تحالف حقيقي بين الولايات المتحدة وإيران، المشروع الصفوي والمشروع الصهيوني، يعني هم يسيران جنبا إلى جنب منذ أن جاءت ثورة الخميني. هذا مهم جدا، لأنه طبعا كثير حتى من الأحزاب الإسلامية ومن الإسلاميين خدعوا كثيرا بما بتصريحات الخميني وبحماسات الخميني، كما خدعوا من قبل بعبد الناصر، وللأسف الشديد نحن أمة سهل خداعها، يعني كل ما يطلع حد يعطي شعارات حماسية الناس تصدقه وتمشي وراه. هذا أولا. الآن السعوديين ليسوا أغبياء، السعوديين بدأوا يفهمون أن الموضوع الآن ليس صراع فقط سياسي، الآن صراع وجود. بعدما سيطرت إيران بالمساعدة الأمريكية على العراق، الآن يعني تسيطر رويدا رويدا على سوريا، هناك البحرين وهناك اليمن. طبعا السعوديين موقفهم محرج جدا، من ناحية لا يريدون دعم المعارضة السورية، وخصوصا أن فيها جزء كبير منها يعني إسلامي جهادي، ومن ناحية أخرى يعلمون أن بدون دعم هذه المعارضة فإن سوريا ستقع في قبضة إيران، وسيجدون نفسهم الحاجز الأخير بينهم وبين إيران هو الأردن، والأردن ستسقط عاجلا أم آجلا، وهذا وضع خطير جدا. لا أعرف الآن كيف يفكر السادة السعوديين، ولكن كما قلت لشك هم ليسوا أغبياء، هم فاهموا اللعبة، ولكن كيف الخروج من هذه الأزمة هذا موضوع آخر تماما. نعم. طيب ننظر أيضا إلى رأي الدكتور زهير. دكتور زهير، بالمقابل أيضا إيران يعني متضلعة في الأزمة السورية، بل هي رأس حربة فيها وتقاتل بكل شراسة، وليس في عدة أماكن ولكن أيضا في سوريا. فهل هي قتالها في سوريا ومشاركتها في لقمع الشعب السوري باعتبار أنها معركة وجود بالنسبة لإيران، وأن هذه البقعة تعتبر منطقة حيوية بالنسبة لها، ووجودها في سوريا وبالتالي من قبل أيضا في لبنان يضمن توازنها الإقليمي، وبالتالي لن تفرط في هذه المنطقة؟ يعني إذا نظرنا إلى وجود الإيراني والدور الإيراني في سوريا، لا نستطيع أن نقول بأن إيران لها مصالح حيوية مباشرة في سوريا. إيران ليست دولة جارة لسوريا الحقيقة، هو جزء من مشروعها، المشروع الكبير الذي يبغي السيطرة على كل المشرق العربي. إيران لم يكن لها أن تكون موجودة في سوريا لولا الضوء الأخضر الأمريكي. حزب الله لم يكن له أن يتعدى الحدود اللبنانية السورية لولا الضوء الأخضر الأمريكي. نعود إلى العقدة، إيران اليوم هي مخلب أمريكي كما إسرائيل مخلب أمريكي في المنطقة. الدور الذي تقوم به إيران في سوريا يعني خطير جدا جدا، هي تشكل الآن القوة الأرضية الداعمة المباشرة لبشار الأسد. الشعب السوري منذ السنة الأولى تقريبا للثورة كاد يطيح ببشار الأسد لولا وجوده، في تقريبا هناك 100,000 مقاتل إيراني على الأرض السوري أو مقاتل شيعي، أنا نسمي الأمور بمسمياتها. ما حدث في سوريا وثورات الربيع العربي أنا لا أوافق على أن يقال عنها بأنها لعبة أمريكية، وأمريكا قد تكون فيما بعد حاولت أن توظف هذه الأحداث أو أن تستفيد منها، هو شأن الأقوياء دائما، ولكن هذه الثورات فاجأت
فاجأت العالم أجمع، الثورة الربيع العربي في تونس، في ليبيا، في مصر، في سوريا، في اليمن، هذه الثورات التي كادت تطيح بكل عملاء الغرب، عملاء أمريكا في المنطقة وعملاء أعداء الشعوب. ولكن هذه هؤلاء الأقوياء، هذه القوى الاستعمارية المستكبرة، استطاعت في لحظات أو تحاول، ما تزال تحاول أن تسيطر وأن تهيمن وأن توظف هذه الثورات. الآن الثورة السورية حتى هذا اليوم ونحن نتحدث بعد سنة تقريبا أو سنة وشهرين من القصف الروسي المستدام، وروسيا دولة عظمى تقصف ضد الثورة السورية وضد الشعب السوري، اليوم الشعب السوري يحقق حتى في مدينة حلب انتصارات باهرة. إذن نحن أمام ثورة وجود عربي، وليس الإيرانيون لا يدافعون عن وجود في سوريا، يدافعون عن مصالح، لأنهم يريدون أن يجعلوا سوريا عتبة ليصلوا بها إلى دول الخليج العربي. دول الخليج العربي، أنا استمعت إلى بعض الأخوة المشاركين معنا جزاه الخير، قول انتبهت، أنا سأكون سعيدا لو أن مثلا العربية السعودية أو دولة الإمارات أو أي دولة عربية انتبهت حقيقة إلى حقيقة ما ينتظرها، ما يترصدها. نحن لا نريد لهؤلاء الحكام إلا أن يصحوا من غفلتهم وأن يبدأوا. هم ضيعوا 30 سنة، إيران كانت تعمل وهم كانوا يعبثون، ولكن هل يستطيعون في هذا الزمن المستعجل الضاغط أن يتداركوا ما فعلوا؟ مثلا ما حصل في مصر، الحقيقة كانوا كمن يعني قطع يمينه بيده. هم كانت مصر دولة عربية قوية، كانت تحت حكم، لو كانت تحت حكم ديمقراطي، ولا أريد أن أقول تحت حكم مرسي، تحت حكم الشعب المصري، كانت ستكون ردءا حقيقيا لدول الخليج. سنأتي لهذه أيضا هذه النقطة وهي علاقة، ونحن نرى المؤامرات التي تحيط بدول الخليج. لن ننسى إيران من يمين، وننسى الجاست الذي سن في الولايات المتحدة، وبتواطؤ من الرئيس الأمريكي أوباما الذي يحاول أن يتبرى منه. نحن أمام كأمة الآن، لا أتكلم لا كسوري ولا مصري ولا ليبي، نحن كأمة في امتحان صعب وشديد، علينا أن نحاول أن ننبه بعضنا وأن نتكاتف لنواجه هذا المشروع الإيراني الأمريكي الصهيوني متعدد الجنسيات الذي يريد أن يقتلعنا طيب. منه. طيب شيخ حسن، شيخ حسن، الآن نستطيع نقول أن السعودية بين فكي كماشة، يعني الآن إيران لم تتغلغل فقط في العراق وفي سوريا ولبنان من قبل، بل حتى اليمن ودعمها للحوثيين و الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والحرب التي دخلتها السعودية وتورطت فيها أيضا، هذه يعني تكاد تكون الكماشة ستنطبق على الدولة السعودية، والخاسر الأكبر هو الشعب المسلم في الجزيرة العربية. فبنظرك الآن، هل يمكن أن تكون هناك صفقة بين السعودية وإيران لحل هذه الملفات و تكون اليمن مقابل سوريا؟ نحن أمام مظلة الحقيقة جديدة، يعني فرضتها أمريكا والنظام الدولي أو بقايا النظام الدولي، لأن النظام الدولي الآن في أخطر مراحلها أو أسوأ مراحله، نظام مهلهل، وفي ظلها اضطرت أمريكا أن يعني أن تذهب إلى الاتفاق النووي وأن تحافظ على البنية التحتية النووية لإيران. فالذي يحكم المنطقة هنا اتفاق، صحيح أن هذا الاتفاق جزء منه قد أنجز وجزء تحت الإنجاز أو لم يتفق عليه تماما، وعليه فإن الصراع في اليمن مرجعيته في الاتفاق، في هذا الاتفاق، الصراع في العراق، الصراع في سوريا كله، لأنه الذي يحكم الآن هو ماذا أعطت أمريكا في الملاحق السرية لهذا الاتفاق من مناطق نفوذ لإيران، ما هي مناطق النفوذ التي أصبحت منطقة خضراء بالنسبة لإيران، كما هي يعني بغداد في بدايتها عندما سميت المنطقة الخضراء فيها التي احتلها الأمريكان. فماذا يستطيع آل سعود أو النظام الخليجي كله، وخاصة في ظل الاختراق الأمني الخطير الذي يمارسه النظام الدولي في هذه الحكومات وأجهزتها الأمنية بل والسياسية، ماذا يستطيعون أن يديروا؟ فهل الأمر يعني موكل إلى وزير خارجية السعودية أو إلى نائب علي عبد الله صالح الذي وضعوه الآن يعني رئيس أو سمي أو أعطي الشرعية في اليمن،
الأمر متجه الحقيقة إلى منطقة خطر جدا، لكنه أنا أرى في ثنايا هذا الخطر يعني نور مبارك، لأن الأمر يعود إلى أهله وإلى أصله وهم الشعوب. يعني الآن نحن عندما الحقيقة نضع هذا المشهد المخيف جدا المرعب، الأمة ماذا يخيفها؟ يعني بعد 1.5 مليون شهيد في العراق، والآن حوالي 1 مليون شهيد في سوريا، فضلا عن عشرات ومئات الألوف في أماكن أخرى من ليبيا إلى فلسطين إلى غيرها إلى اليمن. يعني أين النظام العربي حتى يمكن أن نعول عليه أو نحمله؟ الحقيقة نحن هنا نعيش وهم خطير جدا. النخب العربية اليوم والنخب الإسلامية تلعب هذا النوع ما أسميه بالغش للأمة، لأننا يعني ينبغي أن نذهب إلى آلية أخرى، إلى تصور آخر عن الكون وعن إدارة الصراع في العالم، ونذهب إلى آليات تليق بنا كأمة لكي نتحمل التبعات. يعني ألم يعول العراقيون على صدام؟ أين ذهب حزب البعث وأين ذهب نظام صدام؟ ألم يعول السوريون على يعني أين كان بشار قبل الثورة، بشار النصيري، وأين هو الآن؟ فالوهم الذي يعني نحن فيه الحقيقة خطير جدا. فالشاهد أن الاتفاق النووي ماذا أعطى لإيران؟ إطلاق يد إيران في العراق، وإطلاق يدها في لبنان وفي سوريا كما تفضل ضيفك الكريم، واقتطاع شمال اليمن، بل أن اليوم حكومة الإمارات مع السعودية يلعبان هذا الدور. يعني وتقاسم التقاسم لصالح من يمضي؟ يمضي لصالح الحوثيين، بالتالي لصالح طهران. شمال اليمن خلاص وضعت عليه اليد الإيراني. العامل الوحيد القادر على أن يوقف هذا التداعي هو الشعب اليمني، لكن الشعب اليمني الآن يعني مغل قراره السياسي وقراره العسكري لأنه بيد دول الخليج. بينما لو ذهبت نخب الآن اليمن، الشعب اليمني من قبائل ومقاتلين إلى استعادة هذا القرار، لأمكنهم أن يعملوا توازن كما يفعل السوريون الآن وكما يفعل الليبيون في طيب ليبيا. طيب دكتور الشيخ حسن دقي، لعل أعتذر منك في هذا الفاصل، وكذلك من الإخوة من الضيوف الكرام. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. دكتور فؤاد، الآن العراق ولبنان واليمن وسوريا، هذا هو مربع الحرب التي تخوضها السعودية وإيران بالوكالة، فهل يمكن أن نرى أو تضاف ليبيا في المرحلة القادمة إلى تلك الدول، مع أن السعودية ربما هي محسوبة على دعم الثورة المضادة في المدة الماضية؟ هو لا شك أن سياسات السعودية المدة الماضية كانت سياسات خاطئة، لا شك في ذلك. الآن يعني ليس وقت الحساب، لأن في الحقيقة يعني مهما كان موقفنا من السعودية، سقوط السعودية الآن في يد المشروع الصفوي أو انهيار الدولة السعودية هو كارثة بجميع المقاييس. يعني الآن الدفاع عن المملكة العربية يعني واجب أي مسلم سني حقيقة، مهما كان خلافنا مع النظام في المملكة أو خصوصا السياسات السابقة. بالنسبة لليبيا أنها جزء من هذا المشروع، يعني نستطيع أن نرجع إلى كلام معمر القذافي. معمر القذافي كما يعلم الجميع مطلع تماما على مؤامرات السياسة الدولية، وقالها يعني من أكثر من 10 سنوات، كان يتحدث عن مشروع الدولة الفاطمية، والآن نراه واقع وحقيقي. هذا يدل فقط على من هو معمر القذافي ومدى اطلاعه على هذه المؤامرات. الآن السعودية لا شك أنها تراجع في مواقفها. شهدنا الآن أنه ممكن في حتى دعوة لجميع الأطراف الليبيين للالتقاء، الليبية للالتقاء في السعودية. أعتقد أنه ممكن يكون هناك مؤتمر، نوع من مؤتمر السلام أو المصالحة أو شيء من هذا القبيل في ليبيا. لا نعلم إن كانت السعودية الآن ستغير مواقفها حقيقة في ليبيا وترفع يدها عن دعم عملية الكرامة أو الثورة المضادة، سميها ما شئت، وخصوص والجناح العسكري اللي هو التابع للمخابرات السعودية، اللي هو حركة ما نسميهم نحن بالمداخلة وأدعياء السلفية أو لهذا الاسم، هذا نستطيع يعني نعرفه الزمن. لكن ماذا عن إيران ودعمها لحفتر؟ ما هو إيران يشوف للأسف الشديد، ما هي أخطاء السياسة السعودية. يعني الشيء الطبيعي للسياسة السعودية والحقيقة أن السعودية يعني قبل وصول الملك فهد كان لم يكن هذا اتجاهها حقيقة. يعني مثلا خلافها مع الإخوان المسلمين كمثال، بالعكس المملكة العربية السعودية كانت حليفة كما يعلم الجميع الإخوان المسلمين أيام عبد الناصر وحتى لسنة 91 لحرب الخليج الأولى.
لكن المرحلة الفائتة من السعودية، المرحلة الماضية، السعودية دخلت لدعم أطراف المفروض أنها يعني سياسيا غير متجانسة تماما مع السعودية، يعني أن تدعم السعودية مثلا انقلاب مثل انقلاب السيسي في مصر، أو أنها تدعم عملية الكرامة في ليبيا. يعني هذا صحيح ممكن من وجهة نظر قصيرة أو شيء من هذا القبيل ممكن القبول به، كانت ممكن هناك وجهة نظر في السعودية عدم دعم الثورات الربيع العربي لأنها ممكن أنها تنتشر إلى السعودية، ولكن هذا كان خطأ استراتيجي. الآن لا ندري إن كانت السعودية يعني اكتشفت حقيقة خطورة ما قامت به المدة الماضية، وأعتقد أن هناك يعني علامات لتغيير سياسة السعودية أم لا. لكن أعتقد أن السعودية المدة القادمة لابد أن تغير من سياستها، لأن الآن يعني السيف اقترب منهم، الخطر أصبح قريب جدا من السعودية. يعني نشاهد ما يحدث في اليمن، حتى المبادرة اليوم اللي جاي بها المبعوث الأمم المتحدة يعني هي عبارة عن مهزلة حقيقية. ما يحدث في العراق والآن سقوط الموصل، يعني سقوط كل السنة بغض النظر عن موضوع داعش، لأن الموضوع في الحقيقة ليس موضوع داعش، وما نشاهده في سوريا. طيب طيب الآن إذن هي العلاقات لا شك أن هي لها تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، ولا ينفع أن ننظر إلى إقليم دون آخر. دكتور زهير، الآن العلاقات، توتر العلاقات السعودية المصرية، هل هو واقتراب مصر للتحالف الشيعي الروسي، هل يعتبر هذا يعني في حلقة من حلقات الصراع، أم هو نوع جديد من الابتزاز المصري لدول الخليج؟ يعني الحقيقة حتى الآن لا نستطيع أن نقول بأن العلاقة السعودية المصرية دخلت حيز التوتر. يعني لاحظتم أو لاحظ الجميع أن الطرف التي قالها بالأمس الأمين العام للتعاون الإسلامي كيف بعد ذلك اضطر للاعتذار عنها، عن السيسي وثلاجة المياه الباردة. السعودية ربما تكتم السياسات، السعودية تحاول أن تبدو أنها أكثر وقارا، أو تحاول أن تبلع لأن موقفها صعب ولا تستطيع أن تبادي سيسي بالسياسات التي يباديها بها. السيسي يحاول أن يلعب على حبال عديدة، وقد ظهر هذا في أحد الأشرطة المسربة لمستشاره الذي يقول له العبها كما كان يلعبها حافظ الأسد. حافظ الأسد كان في أيام حرب الخليج الأولى، حرب العراق، يقف مع إيران ويبتز دول الخليج في نفس الوقت. السيسي الآن يحاول أن يتقمص نفس الدور، يريد أن يلعب مع الجميع وأن يبتز الجميع قدر الاستطاعة، ويجد أن الفرصة مواتية لهذا. لم نجد أن العربية السعودية حتى الآن على الصعيد الرسمي، صحيح هناك معلقين، هناك صحافة أحيانا تكتب ضد السيسي وضد نظامه، ولكن حتى الآن على الصعيد الرسمي لم يظهر موقف سعودي واضح يندد بما يبدو عن السيسي من سياسات ومن مواقف، حتى أنه لم يشأ أن يكون ضمن التحالف العربي بشكل حقيقي. بالنسبة لموضوع اليمن، هو ذاهب مع بشار الأسد، هو غارق مع الروس، هو غارق مع الإيرانيين. كما قلت، الموقف السعودي أنا أتمنى كما كان يتكلم الأخ الكريم، نتمنى لهذه الأنظمة أن تصحو. نحن الآن ليست وقت لا جرد حسابات مع الأنظمة، أنظمة الخليج العربي بشكل عام، ونحن ندرك كل الأسباب أو المقدمات التي أدت إلى حالة الوهن العربي العام، حالة التخلف الإسلامي الذي تعاني منه الأمة، انعدام الوعي، التخلف عن متابعة الركب، تبديد الأموال التي هي أموال المسلمين بشكل عام، عن إيجاد ترسانة أسلحة تعين على المقاومة وعلى الصمود، الاعتماد على الآخر الأمريكي أو غير الأمريكي. كل هذا لو أردنا أن نقوم بجرد حساب نستطيع أن نحشد أمامنا الكثير، ولكن نحن الآن جميعا كما قالت الحمامة المطوقة في شبكة الصياد، وعلينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نطير بجناح واحد. الدور ليس عند الشعوب، ربما عند النخب العربية، عند علماء الأمة، مطلوب منهم أن يكون لهم دور توعوي وقيادي يقود الأمة بعيدا عن حالة التيه والضلال، ولكن الدور الآن متوقف
عند القادة الذين ينتظر منهم أن يصححوا أخطاء استراتيجية وأخطاء تكتيكية. أخطاء استراتيجية فيما اتبعوه خلال عقود طويلة، وأخطاء تكتيكية ولا سيما في مواقفهم من ثورات الربيع العربي في اليمن. الصلح مع صالح كان خطيئة كبرى، وفي ليبيا وما يجري فيها، وهذا كان نتيجة تدخلات خليجية واضحة، وكل الناس يدركون من الذي أتى بفلان وبفلان وكيف تم تغذيتهم، وفي مصر وكيف تم اعتماد السيسي، وفي سوريا وكيف تم التقصير عن دعم المجاهدين منذ الأيام الأولى دعما حقيقيا يحسم المعركة قبل أن يصل الإيراني وقبل أن يصل الروسي. كل هذه الأخطاء التكتيكية الآن تحتاج إلى مبادرات جادة، مبادرات جريئة، تحمل مسؤولية مع مراجعات تكتيكية لفهمهم الإسلامي، لتحالفهم مع شعوبهم، لوضع مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الكرسي أو مصلحة الشخص. طيب والذات. طيب دكتور زهير، هذا لكن مع ذلك لا يستطيع أن نغفل عن سياق سياسات الدول العربية وماضيها، وأين تسير بسياساتها تلك. دكتور الشيخ حسن الدقي، شيخ حسن، هذا الآن الحقيقة هناك واقع متغير، لعله التحالفات بدأت أحبالها تنتقل من مكان إلى آخر، بعد وخاصة الآن هناك علاقة السعودية بأمريكا تشهد فصلا آخر بعد قانون جاستا. فنريد أن نعرف تأثير هذه المشاكل وهذا الخليط من الاضطرابات التي تحدث في المنطقة. ما هو موقع الإمارات؟ هل ستنشغل الإمارات بأحداث جديدة وتتراجع عن دعمها للثورات المضادة، أم أنها ستتبادل الأدوار مع إيران، وخاصة الآن ينتقل سفير ليبيا، سفير بالأحرى، سفير مجلس طبرق عارف النايض الذي هو مشارك في غرفة التآمر على الثورة الليبية ينتقل إلى إيران، سفير في إيران، فما رأيك؟ الحقائق التي بين أيدينا هي كالتالي. الحقيقة الأولى الأساسية أن هناك اتفاق يسمى الاتفاق النووي يحكم القوى الأكبر الأساسية. صحيح إيران قوة إقليمية، لكنها دخلت يعني بشكل أو بآخر في النظام الدولي وأصبح لها وزنها وثقلها. فإذا الاتفاق النووي هو المرجعية الأساسية، وهناك تبادل لمناطق النفوذ. هنا دخلت حقيقة خطيرة جدا ثانية، وهي توظيف إيران لقمع الثورة العربية. والإيرانيون الآن عندهم استحقاق يعني تجاه أمريكا وتجاه المنطقة، وهو الدماء التي دفعوها، دماء الشيعة، دماء القرامطة، وسميهم الجدد الحقيقة، الذين دفعت من أفغانستان وباكستان ولبنان والعراق وغيرها، وإيران في سوريا وفي العراق. هذا يجعل لإيران يعني أسبقية في قمع الثورة العربية، وبالتالي هي حاجب. والنظام العربي عين النظام العربي، الحقيقة الثالثة أن النظام العربي وظفته أمريكا من أول يوم شعرت أمريكا بخطورة ما يحدث في عند العرب، وهو ثورة الشعوب التي نؤمل عليها. وأنا لا أوافق الضيوف يعني الكرام على أملهم الحقيقة في النظام العربي. النظام العربي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو كرجل الذي فيه السرطان وفوق السرطان كل أمراض البلاء. كل أطباء أعطوا وصفات دقيقة أن هذا باقي على موته أيام قلائل، وهناك من يأتي ليقول لا، هذا لعله ينهض. لا ينهض فقط، ينهض ويعقل ويدير استراتيجيات ويقاتل ويصد عن الأمة. هذا الحقيقة أعجب نوع من التفكير الذي يمكن أن تجده لدى النخب. الحقيقة الثالثة أن النظام العربي متورط في الثورة العربية، ومهمته دفع الأموال والإدارة الأمنية الخطيرة جدا. اليوم داعش إدارتها أمنية، الأردن تساهم في إدارة داعش، الإمارات تساهم في إدارة داعش، السعودية تساهم في إدارة داعش، مصر كذلك. فهناك اشتراك في إدارة هذا الأمر، لأنه هنا دخلوا على محاولة يعني أن يذهبوا بالجهاد بعيدا ثم يعيدوه على في صدور الأمة. وبالتالي رأينا داعش كيف عطلت المسيرة الجهادية في سوريا. إذا جئنا للإمارات يعني ومستقبلها، فالحقيقة في ظل التوظيف الخطر جدا الذي تقوم به الإمارات، وشعب الإمارات أمامه مسؤولية كبرى جدا أمام يعني ما يحدث، فإن للإمارات هذه التي وزنها الجيوسياسي محدود جدا بمليون مواطن على فضلهم، بمليون مواطن،
أن لها أن تقوم بمثل هذا الدور الخطر جدا، سواء كان في اليمن أو في ليبيا أو في إسناد السيسي وقمعه في مصر أو في يعني مناطق يعني أخرى. فالحقيقة الأمور تتجه واضحة، الأمور ما هي الحقائق الكبرى التي تتحكم في المعادلة. أهم ما أختم به حديثي أن أمريكا مما طورته في إدارة التعقيد في الصراع هو إدارة النظام العربي بعضه بعضا. فالآن النظام العربي من بؤسه أنه يعني يقتل نفسه بنفسه، يعني هو بنفسه ممكن الآن النظام السعودي نتيجة الإدارة الأمريكية أن يعني أن يذهب إلى تبديل نفسه بل وإسقاط يعني ثوابت الأمة في السعودية. ولذا رأيناه الآن يستعجل، يعني هو لا يريد أن يخرج المعارضين السياسيين والعلماء المباركين من السجون، لا يريد أن يطلق للشباب اليوم. لو أن الجنوب السعودي فقط أطلق سراحه باتجاه اليمن لحسم المعركة في أسابيع وليس في أشهر. فهذا هذه الحقائق التي بين أيدينا. نعم. طيب لو أعود إلى الدكتور محمد فؤاد في قضية الآن التغلغل الإيراني في ليبيا، العلاقة الإيرانية الليبية طبعا في 2013 سحبت الدبلوماسية الإيرانية من ليبيا وبسبب اتهامات لنشر المذهب الشيعي، والآن وقبل سنتين بدأت جاء وفد إلى مجلس طبرق وكان يعني هناك تواصل مع حفتر، وتسرب أيضا وثيقة تسربت منذ أكثر من سنة ونصف عن إذن وزارة الإعلام التابعة لطبرق بنشر المذهب الشيعي في ليبيا، والآن تواردت الأخبار بقدوم 14 خبير عسكري لدعم لحفتر. فهذه لعل هذه خطوات لمزيد من الدعم لحفتر وتوغل الإيرانيين في الشرق الليبي. هو يعني أعتقد أن برلمان طبرق ما فيش حاجة سيئة ما فعلوهاش، يعني كل شيء خبيث كل شيء سيء قاموا به، وهم صرحوا بهذا أكثر من مرة. مش قالوا إحنا حنتحالف مع الشيطان، ها هم يأتون بالشيطان الإيراني يعني الى طبرق. طبعا الوضع محرج حتى بالنسبه لطبرق، لان كما نعلم الجميع يعلم ان جزء من قوات حفتر هي ما يسمى بالسلفيه المدخليه الاهم. اعتقد ان وضعهم محرج تماما، لان هؤلاء يعني يتبعون الفكر السني الغريب يعني. الان يشاهدون الايرانيين الشيعة هناك ايضا، بنشوفوا الان سنتفرج يعني عن مسرحيه جميله، هل سيتم العداء لهؤلاء الشيعة كما يقولون هم؟ يا دكتور هم عندهم مشكلة، شافوا من قبل الطليان والفرنسيس والقصف الفرنسي والقصف الإماراتي، ما الذي تغير؟ لا هذا أخطر، لأن هذا كله هم يتجاوزوا فيه ويقولون مثلا الإخوان، من يسمونهم بالإخوان، هم أخطر من اليهود والنصارى. نعم. معروفة مقولتهم الآن، ولكن طبعا العداء للشيعة عداء شيء آخر، يعني عداء عقدي. الآن سيشاهدون الإيرانيين اللي هم عداءهم أصلاً لكل شيء يقرب الإسلام، وطبعاً وخصوصاً إذا كانت السعودية الآن ستدخل في معركة حقيقية يعني على الأقل سياسية ضد الإيرانيين، فأعتقد أن الوضع محرج تماماً. لكن بالنسبة للسياسيين وبالنسبة لحفتر يعني بالعكس، أعتقد أنهم يرون في الإيران حليف صديق وقريب ووثيق ويمكن أن يساعدهم كثيراً. ما تعليقك في نقل عارف النايض إلى إيران طهران؟ هو في الحقيقة الخبر إلى الآن غير مؤكد يعني. نعم. فش حتى نتجاوزوه يعني. نعم. الآن الخبر غير مؤكد، وإن كان غير مستبعد أن يقوموا بمثل هذا العمل، ولكن إلى الآن الخبر غير مؤكد. طبعاً المعروف المفروض هذا بين قوسين المفروض، لأن هذا لا يحدث في ليبيا، إن من يعين السفراء هو السراج وليس مجلس طبرق، ولكن في ليبيا كل شيء غريب ممكن أنه يصير. لكن بغض النظر، خاصة أن الإمارات هي التي حرصت أن يكون عارف النهد بالذات هو السفير من قبل. الإمارات. نعم. إيه طبعا، هي كانت يعني حادثة غريبة من نوع أن دولة تطلب شخص معين يكون سفير، وأنا أعتقد يعني أن خروج العارف النايض من الإمارات خرج مطرودا يعني. لا أعتقد أن في حد أو ليبي يقدم استقالته، هذا لا أصدقه. وفي نفس الوقت العملية كانت مفاجئة، فأعتقد أن هناك شيء ما في الإمارات سبب طرد العارف النايض. طيب. ذهبه إلى إيران أو عدم ذهابه إلى إيران. نعم. هذا لا أستطيع أن طيب ننتقل إلى دكتور زهير سالم. الآن حقيقة في هذا في ظل التغول الإيراني في جميع المناطق العربية،
يعني وتهديده بالتحديد. الآن هناك الخبر الذي هو محاولة قصف الحوثيين لمكة المكرمة إن صح الخبر. ما هو دور الشعوب المسلمة في حالة إعلان الحرب الصفوية على المملكة العربية السعودية؟ جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مهم وسؤال جوهري وفي وقته الآن. يعني أنا أريد أن أقول كلمتين. الثورات العربية، ثورات الربيع العربي، لا يجوز أن ننظر إليها على أنها رحلة أيام أو رحلة أسابيع أو رحلة أشهر. الثورة حالة جدلية، والثورة أيضا لها وسائلها ولها أساليبها، الوسائل العسكرية في حيث نضطر إلى أو اضطرت الشعوب إلى العسكرة، والوسائل السلمية حيث يمكن أن تكون بسلمية. الآن دور الشعوب العربية في كل الأقطار أن تسفر الثورة اللائقة. الثورة اللائقة لا تكون دائما، يعني أنا أريد أن أقول في مواجهة الحكام. إيران حتى الآن كما كان يتكلم الأخ منذ قليل لها سفاراتها في العالم العربي، لها اتفاقاتها الاقتصادية، لها ملحقيها الثقافيين الذين يبثون التشيع بين ظهراني العرب. تستطيع الشعوب العربية في كل الأقطار التي ليس، أنا لا أريد أن يكون هناك قطر فيه ما يجري في سوريا وما يجري في سوريا وأنا سوري يؤلمنا، وما يجري في ليبيا كذلك من قتل وسفك دماء. لكن الثورات السلمية أيضا لها بعدها، لها ضغطها، يجب أن تتحول كل الشعوب إلى وقفة جامعة مانعة بتقودها النخب في مطالبة أن تتحول إيران إلى دولة منبوذة في المنطقة العربية، حتى يراجع الولي الفقيه سياساته ومشروعه، ويكون هذا أيضا على مستوى دولي. الشعوب العربية حتى الآن فقدت سلاح من أهم أسلحتها وهو التعبير عن الرأي العام. يعني كل هذه الدماء تسفك في بعض الأقطار العربية. اليوم نحن في ذكرى مجزرة كفر قاسم التي كانت في فلسطين سنة 1942، الناس لم تسمع بهذه الذكرى وهي ذكرى أليمة. لا تجوز أن تنسينا مصائبنا مصائبنا. هذه المصائب التي تنزل على ظهراني الأمة يجب أن تكون حاضرة في ذاكرة الجميع، أبناء المشرق العربي، أبناء المغرب العربي، أبناء الشعوب الإسلامية. نحن عندنا ظهير إسلامي قوي في إندونيسيا، في باكستان، في الملايو، ولكن مع الأسف كثير من قدرتنا على التواصل محدودة. دورنا أن نحول الثورة إلى ثورة سلمية حقيقية تعم الشارع العربي. دهمنا الوقت دكتور زهير. على رأسه إيران وتحولها في المنطقة العربية. لعلي أختم بكلمة للشيخ حسن الدقي ايضا في قضيه دور الشعب الليبي في حاله في 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 محافظته على دينه وعدم السماح للتغلغل الطائفي الشيعي عن طريق طموح حفتر للوصول للسلطه ونجاح الثوره المضاده. العرب بفضل الله عز وجل الان، والثوار العرب على وجه الخصوص، يعني يحسنون في اداره ثورتهم، فها هم يتمسكون، ها هم يتجاوزون السنه السادسه وهم قد ثبتوا على الأرض ويديرون المعارك ويستوعبوا هذه المعارك، يعني معركة بعد معركة، وقد أيضا نمت فيهم الروح الجمعية في فهم طبيعة المشاريع المتداعية على الأمة. فبلا شك عندنا يعني جناحين، جناح الشرقي تمثله سوريا والجناح الغربي تمثله ليبيا، على فضل أيضا بقية يعني الثوار المجاهدين في العالم العربي والعالم الإسلامي، ولا ننسى أفغانستان وما يحصل فيها. فالثوار الليبيين عليهم أمانة عظيمة جدا وكبرى، وهم على مستواها بإذن الله عز وجل كما كان عمر المختار. بارك الله فيك الشيخ حسن الدقي رئيس حزب الأمة الإماراتي على هذه المشاركة الطيبة، كما أشكر أيضا الدكتور زهير سالم كاتب والمفكر السوري الإسلامي، وأيضا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. نشكركم ضيوف الكرام على هذه المشاركة، وطبتم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله، وأستودع كذلك إخوتي المشاهدين كما أستودعكم. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.